صبحكم الله بالخير مشاهدينا وين ما كنتوا، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم ترندز، لقاء جديد يجمعنا معكم بجولة منوعة بين صفحات التواصل الاجتماعي، نرصد لكم من خلالها أبرز الهاشتاجات والأخبار ترند المتداولة. لا تهاون في حماية المجتمع من آفة المخدرات المدمرة، ولا أحد فوق القانون كائنا من كان. وبهذا الفيديو رصدنا لكم كلمة شكر من وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح لرجال الداخلية وجهودهم الحثيثة في إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات. هذا العمل الدؤوب المتواصل لحماية مجتمعكم وأهلكم بعد الله سبحانه وتعالى، نفتخر برجال عطائهم لا محدود في سبيل حماية أهلهم ومجتمعهم من هذه السموم والمخدرات. هذه حرب على الدولة بعد الله سبحانه وتعالى، ثم أنتم ما راح نسمح لهم، لو يكلفنا حياتنا ما راح نسمح لهم. وإحنا نفتخر فيكم بأدائكم، قياداتكم، قطاعات الداخلية، مباحث حفر السواحل، القطاعات الأخرى اللي خارج وزارة الداخلية، الجمارك وغيره. بارك الله فيكم، الله يكثر من أمثالكم، والله يحفظكم من كل شر وسدد خطاكم. وأبيكم وصية، لا تفترون في هذا العمل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم ويحفظ أهل الكويت، رجالها ونسائها، شبابها وبناتها، كبارها وصغارها، من كل سوء ومن كل ضرر ومن كل شر. هذول أهلنا وهذول أمانة بعناقنا وبرقابنا وبين عيوننا. ما راح نسمح لا لهالتجار ولا من يتعامل معاهم ولا كائن من كان، ولا أحد عندي فوق القانون. ماكو أحد فوق القانون، الكل راح يأخذ جزاء بإذن الله. بارك الله فيكم، الله كثر من أمثالكم. ننتقل معكم مع الخبر الأكثر تداولاً وفعالية، إطلاق الألعاب النارية عند أبراج الكويت تزامناً مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية، بحيث تداول المغردون مقاطع فيديو متعددة الفعالية. تابعوا معنا. أما حول ما تردد عن اختراق الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة، انشرت الوزارة عبر حسابها بتويتر تغريدة أكدت من خلالها اكتشاف محاولة الاختراق، وتم اتخاذ عدة إجراءات أمنية واللي على أساسها طمأنت الجميع باستمرار عمل أنظمة الوزارة الإلكترونية بكل كفاءة وفعالية عالية. تفاصيل أكثر على الشاشة.
في خبرنا التالي بنعرض لكم أحد مشاريع خطة التنمية الطموحة، وهو مشروع مجمع المدارس الخاصة والتابعة لوزارة الأشغال العامة، وهو حاليا قيد التصميم. تابعوا معنا الفيديو من حساب وزارة الأشغال العامة بتويتر. كفو من الحملات المجتمعية لدعم جهود بلدية الكويت في رفع المخلفات الناجمة عن المسيرات والاحتفالات بالتعاون مع مركز العمل التطوعي مع الهيئة العامة للشباب. خلونا نشوف معكم جانب من هذه الحملة. بسم الله الرحمن الرحيم. وليد الأنصاري، مدير إدارة العمل التطوعي بالهيئة العامة للشباب. اليوم بداية حملة الكفو لرفع المخلفات الناجمة عن احتفالات العيد الوطني وعيد التحرير، هي بداية حملة توعوية أكثر منها حملة ومساندة إخواننا في بلدية الكويت لرفع المخلفات، وإن شاء الله يكون في زيادة نسبة وعي الناس لطريقة الاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير لضمان عدم تأثر البيئة وأيضا مقدرات من الماء وهدر لمقدرات الدولة خلال الاحتفالات القادمة. ونشكر حق كل المتطوعين وكل الشباب اللي ساهموا ويانا في هذه الحملة. وتحت هاشتاغ عز وفخر احتفلت الكويت بعيدها الوطني وعيد التحرير، والاحتفالات كانت هالسنة متنوعة وكثيرة، وواحد من هذه الفعاليات كان في مجمع العاصمة مول اللي شهد فعاليات متنوعة. نتابع معاكم هذا الفيديو من حساب وزارة الإعلام عبر تويتر. وجاء استش مقدمة من مول العاصمة. ومواكبة للتحول الرقمي في البلاد، أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة هوية العامل الذكية عبر تطبيق هويتي بهدف الحد من التلاعب ومحاربة تجار الإقامة ممن يستغل العمالة في غير أعمالهم. نشوف معكم التغريدة الجاية من حساب الهيئة العامة للقوى العاملة بتويتر. وبشذي نكون وصلنا معكم مشاهدينا إلى ختام جولتنا لليوم. نترككم بحفظ الله ورعايته ونشوفكم على خير ومع السلامة.